كعادتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدأ مع حضراتكم بتذكير بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله اللي تكملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تدوين له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم أمس، قال: أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال أمس من مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي اللي أشاد بالجهود المصرية للوصول لهدنة إنسانية في قطاع غزة. وخلال الاتصال استعرض سيادة الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. خلال هذا الاتصال الهاتفي اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على وقف دائم لإطلاق النار، وعلى العمل أيضا على التحرك العاجل لإدخال قدر كبير من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وبما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. مؤسسة حياة كريمة أشادت بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية اللي أطلقها منتدى شباب العالم كإحدى فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية للمنتدى، واللي بتأتي انطلاقا من الدور المحوري اللي بيلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع. مؤسسة حياة كريمة أكدت أن المبادرة بتعمل على تعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي. كلنا فاكرين طبعا البيان القوي اللي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في البرلمان من كام يوم بخصوص مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء. الحقيقة كانت كلمات قوية جدا، كلمات رئيس الوزراء في البيان كانت حاسمة وحازمة وعبرت بشكل واضح عن موقف الدولة المصرية لمنع أي محاولات بخصوص هذا الموضوع. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع على طول. احنا بنشتغل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، ونجحت الدولة المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير بصورة رسمية أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. بالإضافة إن إحنا بنبذل كل جهدنا على ضمان تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وبدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بداية العدوان، وبات هناك أيضا موقف دولي داعم لهذا الموقف المصري. ومصر ما اكتفتش بكده، ولكن انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة، إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية والوقود منها إنه يساعد متى نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين للخروج من القطاع. كانت كلمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حاسمة وحازمة ومعبرة عن موقف الدولة المصرية حول جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين. كلمات قوية استطاعت أن تعكس التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة. وجاءت تلك الكلمات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لمدبولي حول تدابير الحكومة وإجراءاتها لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأشار رئيس الوزراء إلى نقاط هامة أبرزها السياسة الإسرائيلية التي تقوم على غلق الأفق أمام القضية الفلسطينية والتي ستكون عواقبها وخيمة، وأن مصر تؤكد رفضها القاطع والحاسم لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن مصر طرحت منذ بداية الأزمة ضرورة التحول الفوري للمسار السياسي والوصول لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية، وفي حال أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي،
ولن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، لأن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية. الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء حملت رسائل تحذير للعالم بعدم السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، وأن الدولة المصرية تسير في اتخاذ كل تدابير حفظ أمنها بجانب استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين. وبعد انتهاء الجلسة، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليقول: تابعت باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، وأؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها، وداعين كافة الأطراف الفاعلة لإعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن. أيضاً تضامن البرلمان العربي مع بيان مدبولي وأعلن دعمه وتأييده لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. وأكد البرلمان أن كلمة مدبولي تعكس الموقف المصري بشأن تطورات الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية، وأن البرلمان العربي يساند مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وصون حدودها.